بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى من يوم الدين. أعزائي طلبة سنة تانية ثانوي، يلا ناخد موضوعات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني. مشكلتنا في الموضوعات قبل ما نبدأ فيها، أسألكم الدعاء لأهلنا في سوريا وغزة والسودان. اللهم انصرهم وقويهم وثبتهم، اللهم كن معهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم طعمهم واكسهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعات سنة تانية نشوفها. أول حاجة لو قال لك أوصف لبس وإكسسوارات، هتقول له جوبو أنا ألبس أن كوستوم بدلة، خد معاها نوار أون كوتون. يبقى أنا حطيت مع اللبس اللون والخامة، مع طول مقاسي يكون 36. دي باسكت او دي مثلا شوسير حذاء نوار اسود، حذاء جمع مؤنث، انكور من الجلد، ما بوانتير مقاسي يكون 40. ايجو بور وانا البس ان باجو خاتم، ان اور من الذهب، اي ام براسولي وسوار اون ارجون من الفضه. طيب لو كانت واحده اللي بتتكلم هتشيل كلمه بدله وتحط مكانها كلمه فستان وتكمل. ممكن يجي يوصف يقول لك اوصف الحجرة اللي انت قاعد فيها. يبقى انا عندي الموضوع الاولاني وصف الملابس، اتنين وصف الحجرة، عايز فيها الاساس والديكور. هقول له عفوا ما شنبر حجرتي ايه جروند كبيرة، اليا يوجد أنلي سرير، إن أغموار دولاب، أم بيرو مكتب. اليا أسي يوجد أيضا ديردو ستاير، أنت بي سجادة، إيدي فوتو أو دي تابلو لوح. يبقى أنا كده وصفت الحجرة أساس وديكور. طيب لما يجي يقول لي أوصف المنزل وعدد الحجرات، هقول له ما ميزون منزلي اي جروند كبير، هي الجملة اللي فوق. اليا يوجد سيس بس ست حجرات، ال ستروف هو يوجد، وسنتر فيل في وسط المدينة، الدوني هو يطل على ان جاردان حديقة، اليا يوجد ان كوزان مطبخ، ان صال صالة، ان صال دوبان حمام، اي توا شامبر وثلاث حجرات. نشوف الورقة التانية ممكن نكتب فيها موضوعات ايه. يبقى دي الورقة الأولى خدنا فيها ثلاث موضوعات،
تعال نكتب الورقة التانية. بيقول لي ممكن يجي لك وصف المنزل، وصف الحجرة، وصف الأسرة. تعال نتكلم عن الأسرة، ده الموضوع الرابع. هتقول له ما فامي، أسرتي اي جروند، كبيرة. مون بير أبي عنده 50 سنة، هو يكون ميديسان، طبيب. هو يكون جون، طويل. اي بغون، وأصم. مامير أمي اي منس، رشيقة. هي عندها 45 سنة، هي تكون ميديسان أو بروفيسير، مدرسة. مي دو فرير، أخيني. عندهم 15 سنة. الصوت إنهم سيمبا، رائعين. مو أنا جي، أنا عندي 20 سنة. تعال نوصف حاجة كمان. قال لك وصف حفلة أو عيد ميلاد. هتقول له ما فامي، أسرتي أورجانيزي، نظمت. انفت، حفلة. بور لي مون انيفيرسيير، لعيد ميلاد. هي تكون à la maison، في المنزل. إليا يوجد بكو، كثير. دي أمي، من الأصدقاء. دي كادو، هدايا. اون شون، تغنينا. اي دون، صورة قسم. هي كانت أو هي سي تغمني، انتهت. الساعة 23. طيب لو عايز تقول بدأت بقى، يبقى هتقول له هي تكون الساعة مثلا 20. ايه تاني ممكن نتكلم عن؟ مشروعات في الأجازة. هتقول له بوندون، أثناء لي فاكونس، الأجازة. جوفا، أنا أذهب. أفيك، مع. ما فامي، أسرتي. إلى الإسكندرية. لا، هناك. أون جي، نسبح. دون لا مير، في البحر. إيه كمان؟ جو بغند، وأنا أخذ. دي فوتو، صور. ممكن نعمل ايه تاني؟ بقي لي بقى الاعمال المنزلية. هتقول له ما جو ايد، انا اساعد. ما مير امي، على ميزون، في المنزل. جو باس، انا امشي. لاسبيراتور، مشي المكنسة. جيرونج، أنا أرتب. مي ليفر، كتبي. سير على لو بيرو، المكتب. طب إيه كمان؟ جيرونج، أنا أرتب. مي فيتمو، ملابسي. على أرموار، في الدولاب. جوفي، أنا أرتب. ليلي، سرير. مي، لكن. عشان لو قال لي أنت بتعملش إيه، هقول له جو، عشان بس يبقى كله زي بعضه، ما يبقاش في حاجة واضح من تحت. جوني كوزوني، أنا لا أطبخ. دول 7 موضوعات عندنا في الترم الثاني
ان شاء الله يجي لك منهم موضوع او اتنين، اكتب الموضوعات وهتلاقي الموضوعات دي موجودة في الوصف بتاع الفيديو PDF للي عايزها. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون استفدت بالحلقة الخفيفة دي. اشوفكم بخير يا رب في سنة تالتة، ربنا يكرمكم ويكرم اهلكم ويسترها معاكم انتم اجمعين. اشوفكم بخير يا رب اذا كان في العمر بقية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.